متخطيا تحدي كورونا وبرعاية إعلامية من قناة تن، انطلق اليوم من قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر معرض عقاري من تنظيم مؤسسة الأهرام وبحضور وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار. وعلى مدار 4 أيام تتنافس أكثر من 150 شركة في تقديم أفضل العروض والتسهيلات للعملاء. الدولة مقدمة مجموعة كبيرة من المحفزات للتمويل العقاري للوحدات المختلفة، وارتفعنا بحجم التمويل العقاري للوحدات. كانت قبل كده التمويل العقاري بمبالغ منخفضة، دلوقتي وصلنا لمبالغ جيدة جدا تقدر تغطي شريحة كبيرة جدا من الوحدات اللي مطروحة النهاردة في المعرض، وده بيساعد الشباب وبيساعد الشركات بالمثل عشان تبتدي تشتغل بحجم استثمارات أكبر على الأرض. أعتقد أن دي خطوة مهمة جدا لإعادة الثقة للدورة الإنتاجية في مصر عموما، يعني مش بس للسوق العقاري، لا للدورة الإنتاجية في مصر، لأن طبعا بعد التوقف تقريبا ما يقرب من 7 أشهر تقريبا احنا هولد تماما في كل الأنشطة والمعارض بالذات والحاجات دي، انت بتعيدي الأمل تاني وبترجعي إعادة إطلاق الدورة الإنتاجية في مختلف القطاعات، وبالذات إذا كنا بنتكلم النهاردة على القطاع العقاري. كلما تتجول داخل أروقة المعرض تجد الأنشطة المتنوعة بين السكنية والتجارية والإدارية والسياحية والخدمية، كذلك أنشطة لا تقتصر على منطقة بعينها ولكنها تسلط مزيدا من الضوء على المناطق الجديدة مثل العاصمة الإدارية وغيرها، بفرص تنافسية قوية تناسب العملاء كافة. معرض من أهم المعارض العقارية اللي بتعمل في مصر السنة دي. طبعا احنا طالعين من فترة كورونا، فعندنا أمل ان الدنيا تتحرك أحسن، لأن كان حصل هدوء كبير في الفترة اللي فاتت بسبب كورونا، بس في تحسن، يعني 7 و8 و9 الدنيا أحسن من قبل، من 4 و5 و6، وإحنا متوقعين من هنا لآخر السنة الدنيا ترجع تاني تتعافى لمعادلاتها الطبيعية أو قريب من معادلاتها الطبيعية. العقارات في مصر موروث شعبي، يعني النهاردة أي مدخرات عند أي شخص غصب عنه بشكل أو بآخر بيتجه تفكيره لاقتناء عقار، سواء كان له أو لحد من أولاده، أو ممكن يكون سكند هوم في مصيف أو ما شابه ذلك. فقصة العقارات في مصر قصة مش هتنتهي، ممكن تمرض لكن ما تموتش. فهيساعدنا الأيام الجاية دي إيفنت زي ده مع موضوع الفوائد بتاعة البنك مع توفر حاجات كتير متاحة، أعتقد أنها هيبقى تلقي بظلال كويسة على سوق العقارات. يعني بارقة أمل لانتعاش السوق العقارية من جديد بعد أزمة كورونا ظهرت جلية من خلال الإقبال الكثيف في أول أيام المعرض، والذي يخدم العميل من خلال تقديم خيارات متنوعة تجعله يقف متحيرا لاختيار الأفضل. هذا وإن دل على شيء فيدل على النجاح في تحقيق التنمية المطلوبة بالمدن الجديدة وغيرها من بقاع الجمهورية كافة.